للحديث أكثر عن الوضع الصحي في العراق في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا وعدم وجود خدمة صحية لوقف هذا الانتشار، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الطبيب العراقي الدكتور إبراهيم سليمان. دكتور إبراهيم، بداية أهلا بك. منظمة الصحة العالمية تقول إن الوضع في العراق وصل مرحلة خطيرة جدا، ما الذي أوصل الأمور إلى هذا الحد باعتقادكم؟ مساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناة الرافدين. سيدي العزيز، حتى منظمة الصحة العالمية، ممثل منظمة الصحة العالمية أدق بشوية، المقيم في العراق يتلاعب بالكلمات. نعم. واللي وصلنا لهذا الحد العراقي، نعم، المستشفيات، وزارة الصحة، الحكومة العراقية، ما يسمى بالحكومة العراقية، سوء التخطيط اللي قايمة عليه وزارة الصحة، كل هذه بمجملها هي اللي أوصلت الوضع الصحي بالبلد إلى ما نشاهده اليوم. نعم. يعني فضيحة فضيحة، ماكو أكسجين، ها؟ تدري أدوية ماكوش، تدري ملابس ماكوش، تدري الأطباء دي يضحون، اتهمت عليه رواتب ماكو. هذه يعني احنا مو بدولة، دولة عصابات. يعني ماذا افتهم انا؟ ناس تجي محكمتها تطول 4 ساعات ويطلق صراحة وكل جسمه يصير. بس النقطة المهمة، الإنسان الأكسجين ما عنده ودواء ما عنده. للأمانة العلمية كل مستشفياتنا هسه اتهمت عليه تأن من نقص المستلزمات. ربما هذا الحديث يقودنا إلى سؤال جديد دكتور إبراهيم سليمان، وأنت المطلع على الكثير من المعلومات، باعتقادكم أين تذهب إذن المخصصات المالية لوزارة الصحة؟ أول البارحة مجلس الوزراء قال إحنا راح نطلق الرواتب وما أدري شنو التخصيصات المالية. نعم. شوف الموقف الوبائي سابقا كان بال6 بال7، شوف دا يتلاعبون حتى بالارقام. بال6 بال7، اليوم البارحه الساعه بال3 وبال2:30 قام ينطون الموقف الوبائي، بدا الكيرف يصاعد. يعني اليوم الاصابات 2457 والوفيات 107، هذا الرقم المعلن، هذا الرقم اللي جوا الطاوله ما حد يعرفه ايش قد. نعم. احنا كاطباء نعرف قد الكيرف يصعد، بس هاي الناس البسطاء على ما يعني. هذا شوف نفس الشغله، هسه شوف الرواتب للعراقيين. نعم. يعني كانت 26 بالشهر 24 بالشهر، هسه 2 بالشهر وماكو رواتب. يعني زي بقون من كل شهر 10، حتى من اعداد المصابين وكذا زي بقون كل يوم 200 150 400 450. نعم. هذه ماكو تخصيصات يعني. نعم. هو أخي نقابة أخي الأطباء، دعنا نذهب بحديثنا. نعم. ونستغل وجودك. نعم. معنا ونتحدث عن نقابة. نعم. الأطباء التي أكدت بأن الأيام. نعم. المقبلة. نعم. النقابة أكدت. نعم. أن الأيام المقبلة ستشهد تضاعفا بعدد الإصابات وأن الضحايا من الأطباء. صحيح. يتزايدون. باعتقادكم ما هي أسباب تزايد أعداد الإصابات بين العاملين في القطاع الصحي لا سيما الأطباء منهم؟ صادق، احنا إلى الآن فقدنا 18 طبيب، 14 أخصائي، 14 مصيبة. هذه دول كلهم اللي استشهدوا اقرارهم اخصائي جراحة، اخصائي باطنية، ما داخلين دورات وبائية، يعني ما لها علاقة بالامراض المعدية. شوف بدين هسه هاي هسه يحسون عليها اكسجين وما اكسجين. هذا الاكسجين يعني ما عندنا، هذا التيوب الانتيوبيشن، يعني تدخل التيوب داخل القصبة مو كمامة على الخشم ديطي اكسجين. هاي وين عايشين احنا؟ يعني واحد الرئه مالته تلفانه فهمت عليه، يحتاج شو اسمه، يحتاج انعاش للرئه عبر تيوب مو عبر كمامه. بس اكو شغله الحكي بيناتنا، نقابه الاطباء اكو صراع سياسي بين نقابه الاطباء وبين وزاره الصحه، تنافس يعني، هذاك يريد الوزاره وهذا يريد الوزاره، تنافس سياسيين بيناتنا. نعم. الآن في ظل التأكيد على أن الفيروس في طريقه إلى مرحلة خطيرة، ذوي المصابين وكما تعلم لا يجدون أسطوانات الأكسجين، ألم تستورد الحكومة مادة الأكسجين الطبي؟ السؤال هنا أين ذهبت؟ هاي أستاذي العزيز والله موجودة 4 معامل مال أكسجين، ما يريدون المافيات السياسية
هي تريد تستفاد، شو بدعك علي؟ عطلوها انت ماذا يعني؟ تركيا دزت لنا اليوم، الامارات دزت اليوم، اتهمت على كل، مصر تريد تدز، كل الناس دزت على اساس ما عندنا معودين يتلاعبونا. شنو ده يصير بالبلد؟ ده يصير؟ وينكم انتم؟ شو تسوون؟ هاي الثلاث اشهر ما علينا، بذاك الماضي عديله وغير عديله، والدنيا اللي دمروا الصحه ودمروا الدنيا، والاحتلال، الاحتلال الامريكي والايراني غير هذا دمروا البلد. وين انتم؟ شو تسوون؟ هاي الثلاث اشهر شو تسوون؟ من بغداد كنت معنا عبر الهاتف الطبيب العراقي الدكتور إبراهيم سليمان، شكرا جزيلا لك.